وحن مايركا قدرني ارجف ربنا بقدر سنة مايركا دقيمة بربرة وحق وسوي جوابي قبلن قبل كأول كسوي شيء كما شقيسان كرتو دقيمة بربرة شركة الريان جروب غارهانا قيبتيدا قاديدكا اما ترانسبورتيشن كا يالوچس تغيسكا ايا عباشا بلاران كا موچيساي مامول كا دقمدا بربرا غارهانا مايركا وحاني مامول كا شركة دو شاگان ان لو ديدين قاديدكو دو كشاق ايو دكدا بربرا عاشا احمد عوالي او احمل كيلها شركة داني ايا شاكتينو سعاد مايركا دقمدا بربرا وقود ديدين قاديدكا دو كشاق ايو دكدا معي وعاشا احمد عوالي وحن هاي ملكي لها شركة الريان ترانسبورتيشن كهول قشاء قبلها سومال لان وحن شركة دو كشا قيسا بحيسا أديق قاديدك وحن لا شقينا هاي لها يو انت هاي لها قارك الولا انترناشنال كا ايان كشا قين لمدو دير قبل كساحل ايان نكهل لي قاندراس شركة دير دكد مامشا وحن انت اي انا كشقيني مدري قبل كساحل انا كشقينيني وحن كلكم عقبضه هي دباته فربضن مامولكا قبلكا هي دقمده قبلكا انت كشق مدري انا كشقيني قبلكا ان قدراس كان كجيرني وحا ويرر عدانا وبريره نو سو قاداي مامولكا دقمده انا وحن هاي شركه وحن مامولا شركه ليسن حيث ليسن شرعي وحاو قرأي دوميا قبل كساحل وراقو كوتو وحرو يو كاديد كشقية قبل كساحل بساسكا يلان كروسالة با شركة لايدا أكرم وليسن نلامي دا ليسن كان على حيث ونقون حيث تا مركي آنو دعووني وحو نغو يوري دوميا قبل كو وسهر دي ليسن كاي صوصي سي اسكولو نقضا وسهر دي با اسكولو نقضاني ليسن كاي أكرم سيدة تا وليسن ترانسبورتيشن وليسن كاي قلم بدا شركة با كوتر لغو حري قبل كساحل شركة با كوتر لغو حري وحي سيدة ليسن كاي قلم بدا لكن مركو قبل كيلو تشوغو وحي شاقنا سا اسكاشتو اسكاشتان وحي ديوان قدزة وسهر دا قاديد كا مركي انو كد عووني قلاد ان شركة دا اكرم وحي سيدة ليسن كاي قلم بدا ما يركو نغوي وحي شركة حير اسكاشتو قبل كاين degmada berberi aan siixsay een xeerka iskaashatadu waxa uu dhigayaa in iskaashato ay tahay bulsho si madaxbanaan isugu timid laakiin markii aan anagu la hadalayno gudoomiye barasaab een maayirkii degmadu wuxuu ku andacoonayaa ama ku biira iskaashatadan ama gobolka kama hawlgalaysan waxaan maayirka u dirnay een ergo far badan baan u dirsanay maayirka degmada berbera waxa uu ku soo jawaabay gabadhan gobolka awdalka soo jeeda kama shaqeysan karto ee degmada berbera aniga oo liisankii haysta dawladda dhexe wasaaradda ganacsiga haysta tii wasaaradda gaadiidka haysta liisankii ay bixinayso dawladda hoose berbera ayuu iga hor istaagayaa inaan ka shaqeysto gobolka saaxil haatan waxa taagan qandaraaskii qandaraaskii dekedda gaadiidka dekedda la haysiiyay ayaa imi ka taagan waxa uu ماير هو جبي هو جبي ليس ليح كم بني أول ليس أنا هيسن أول عشر بهي هين إن أتر تمان عند راس كيد كده أنا قد سويت أقول أنا غير ريبيا وقبيل سبب كلا أو شفت عم بيش عسي ما شفت ما دام اللي سما ده يشرع يقدر ما يستريحين مركي أنا الله الله وحلا يقول أول كان كما هو الجري كرتيد تذكي تيجان كه لها تذكي بربر حاب كده لها aya qandaraas kan qaadanaya tii anigu shirkad waxaan haystaa ee liisan Soomaal gobolada Soomaaliland ka wargelinaya saaxil waa gobol kamid gobolada Soomaaliland dadkii waxa weeyaan dadka la wada leeyahay oo qaran ka dhaxaysa ee ma aha meherad yar oo jifa yar leedahay ama ee qabiil sheeganayo dadka berber kuma noogeen anigu gobolkan ka soo jeedo waxa ka hawlgala shirkado kala duwan for example wadadan imka laga wado ورما بكي وحق عن تكوها يعني رهر جيسا وحي بصوعة هي وحدي بعطاء كلامه كل مان بدي وكيم هذا قبل هذا كذي وده واحد شرتا يدنا كسعوتا لو يعدى إلا بورما وحق عن تكوها يا أم عمولا يا نن ريبر بلا تاك سكو شركة بدن وقبل كا أو ذلك هو جرا
oo gaadiidka sheeydaha wadanka gobolka degan ka shaqeeya ayaa jira gobolka si ka soo jeedaan wax unsuriyada kala u kulmaan aniga oo muwaadin reer Soomaaliyana muddo badan ka shaqeynaysay barbara wax ii diidaya inaan ka hawlgalo gobolka saaxil oo shuruucdaydi waxay iga dhameystiray yihiin ma jirto aan qabyaaladahayn waxaan shacabka reer Soomaaliyana socodsiinayaa in bulshada ku nool gobolka saaxil ay yihiin dad guba oo wax dhibaato iyagu aan inagu hayn dhibaatadoodu waxay ku kooban tahay maayirka oo isagu u bareeray inaanan gobolkii ka hawlgelin ama aanan qandaraaskii tartankiiba qandaraaska baa laisla gaadhay tartankiiba uu iga hortaagan yahay tartanka ahaatan imika caqabadu ay ka taagan tahay waxa weeyaan tartan qandaraaska bixinayso dekeda hay'adda ka hawlgasha dekeda qandaraaskaas oo ah basaska ka dha hawlgala dekeda gudaheeda caasha sidoo kale waxa ay sheegtay in mid ka mid ah gaadiidkeeda lagu gubay gudaha dekeda berbera waa sida ay hadalka u dhigtay iyadoo waxaa soo dhibaatooyin iyo gardaamooyin lagu socday gobolka saaxiibta ka hawlgeeyay shaqada ka wadnay waxaa sagaalkii bishan lagu jiray imika 2023 bishii 4aad gaadiidkayagii kan hawlgelaya dekeda gudaheeda in la gubay oo cid gubtayna aan loo hayn calanka waxaa shaki badan abuuraya diidmadii lay diidanaa inaan ka hawlgalo dekeda iyo liiskii la gudbiyey maalintii liiskii la gudbiyey lixda kamaniya ka hawlgalaya dekeda in gaadiidkaygii la gubay baska markaa gubanaya wuxuu dhex yaalay dekeda berbera sidaad shaashadaha ka arki doontaan aan la sheergaraynay miidiyaha taliyaha qaybta gobolka saaxil wuxuu u saaray guddi baadhistada kiiskan dhacdadan gaadhigan ku gubtay dekeda gudaheeda afar xubnood oo ka mid a booliska saraakiisha booliska nagu ka hordhici mayno baadhistaa socota laakiin waxaan caddaynaynaa in ay isku soo beegantay hawshan qandaraaskan la xayeysiinayo iyo gubistan gaadiidka la gubay ugu dambayntii caasha axmed cawaale oo ah maamulaha shirkadani loo yaqaano rayaan transportation waxay fariin u dirtay madaxweynaha somaliland maadaama ay sheegtay inay ka quusatay hay-adihii kale ee kala duwanaa ee madaxweynaha ka hooseeyey ugu dambayntii waxaan madaxweynaha qaranka codsanayaa maadaama aan soo marnay xafiisadii ku shaqada lahaay oo dhan ee wasaaradihii aan liisamada ka haysanay oo dhan waxaa noo haray uu madaxweynihii qaranka inaan codsi halka lagu marinayaa madaxweyne waxaan kaa codsanayaa inaad soo farageliso arrinkan dekeda berbera ka taagan ee qabyaaladaynta iyo cunsuraynta uu maayirku nagu hayo waaw asbuulkiisu fiican saaxiib waad ka heshay sama maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa